بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في دروس مدرسة التطوير الإلكترونية. درسنا اليوم إن شاء الله لطلاب الصف الثاني ثانوي، المادة رياضيات الفصل الدراسي الأول. عنوان درسنا هو حل معادلات كثيرات الحدود الجزء الأول. درسنا اليوم إن شاء الله من إعداد الأستاذ عبدو حسن. الصوت واضح؟ ممتاز. طيب، كما تعودنا في بداية أي درس نبدأ نشوف أهدافنا اللي إن شاء الله في نهاية هذا الدرس راح تكون واضحة للجميع. أهداف درسنا إن شاء الله لهذا اليوم، الهدف الأول عندي هو التحليل بإخراج مين؟ بإخراج العامل المشترك. إذن الهدف الأول التحليل بإخراج العامل المشترك. الهدف الثاني إن شاء الله في هذا اليوم هو تحليل ثنائية الحد إلى الفرق بين مين؟ بين مربعين، للفرق بين مربعين. ثالث شيء عندي أو ثالث هدف لهذا اليوم هو تحليل ثنائية الحد إلى فرق أو مجموع بين مكعبين، فرق أو مجموع بين مكعبين. الهدف الرابع إن شاء الله هو التعرف على كثيرة الحدود أولية، أو متى أقول إنه هذه دالة كثيرة حدود أولية. تمام؟ آخر شيء عندي أو في نهاية هذا الدرس اليوم راح أتعرف على التحليل بتجميع مين؟ بتجميع الحدود. أتعرف على التحليل بتجميع الحدود. إن شاء الله في نهاية هذا الدرس راح تكون الفكرة واضحة للجميع. طيب، نشوف مع بعض أول فكرة عندي اليوم هو إخراج العامل المشترك. إخراج العامل المشترك. نبدأ ونشوف أول مثال عندي. يقول لي حلل كثيرات الحدود التالية إن أمكن. حلل كثيرات الحدود التالية إن أمكن. أداني أول دالة، قال لي دالتك تساوي 8 إكس تكعيب 6 واي تربيع. يلا مين يقول لي كيف أقدر أحلل هذه الدالة يا شباب؟ يلا باستخدام قلنا إخراج العامل المشترك. لو جينا نلاحظ الآن إكس تكعيب وواي تربيع ما بينهم عامل مشترك، صح ولا لا؟ بينهم عامل مشترك؟ ما بينهم عامل مشترك، لكن الثمانية والستة بينهم عامل مشترك يا شباب ولا لا؟ بينهم عامل مشترك، هو كم؟ اثنين. يا سلام، إذا أنا أقدر آخذ من الطرف الأول كم؟ اثنين. إيش راح يبقى عندي من الطرف الأول لو أخذت الاثنين؟ والله راح يبقى عندي أربعة. ليه؟ لأنه أنا المجموع ثمانية هي أربعة في اثنين، هي أربعة في اثنين. أنا شلت الاثنين، إيش يبقى عندي؟ والله بقي عندي الأربعة، نزلنا الأربعة والإكس تكعيب نزلت زي ما هي. طيب نيجي الطرف اللي بعده، ستة واي تربيع. الستة هذه هي اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة. طيب أنا أخذت الاثنين، بقي عندي مين؟ راح ننزل الثلاثة. ممتازة يا سامية، إذا راح يبقى عندي الثلاثة، والواي تربيع أنا ما أخذ منها عامل مشترك، إذا راح تبقى زي ما هي واي تربيع. إذا هذه الطريقة أنا أسميها إيه؟ التحليل باستخدام مين؟ باستخدام العامل المشترك. إذا هذا اثنين نسميه عامل مشترك. ناخذ مثال آخر ونطبق عليها. يلا، 4 إكس أس 4 ناقص الواي ناقص 6 اكس اس 3 زائدا 3 اكس تربيع. طيب مين يقدر يقول لي ايش العامل المشترك بينهم؟ لو جينا للارقام في البدايه، شوف الاربعه السته الثلاثه. الاربعه والله هي 2 في 2 صح؟ 2 في 2 حلو، يعني اقدر اخذ هنا عامل مشترك. ليه؟ لانه 6 2 في 3 ها تشابهت، يعني اقدر اخذ من هنا اثنين واقدر اخذ من هنا اثنين. طيب الثلاثة كم في كم؟ الثلاثة في واحد هي في ثلاثة، ها اذا هنا ما اقدر اخذ الاثنين عامل مشترك، لان ما هي مشتركة مع مين؟ مع الثلاثة. ها اذا انا كنسل الارقام، اذا من الارقام ما اقدر اخذ عامل مشترك صح؟ ممتاز، اذا من الارقام انا ما اقدر اخذ عامل مشترك، لان الاثنين
ما تقبل على الثلاثة، إذا ما أقدر آخذ العامل المشترك. طيب مين يقدر يقول لي مين العامل المشترك الآخر؟ عندي هنا إكس أس 4، عندي هنا إكس أس 3، عندي هنا إكس تربيع. ها يصير أقدر آخذ الإكس تربيع عامل مشترك. طيب لو أخذت إكس تربيع عامل مشترك، الطرف الأول إيش راح يبقى عندي؟ الأربعة بتنزل زي ما هي. إكس تربيع أخذت منها 2، إكس أس 4 أخذت منها 2، إيش يبقى عندي كم؟ هيبقى عندي إكس تربيع ناقصا 6، إكس أس 3 أنا أخذت منها 2، إذا راح يبقى كم؟ راح يبقى 1 اللي هو إكس، زائدا الثلاثة بتنزل زي ما هي، إكس تربيع أنا أخذتها كلها، إذا ما راح يبقى لي حاجة، إذا راح يبقى فقط مين؟ راح تبقى فقط الثلاثة. ها سهلة يا شباب. إذا هذه الطريقة نسميها باستخدام مين؟ باستخدام العامل المشترك، استخراج العامل المشترك. طيب نشوف مثال آخر. يلا 4A أس 3 B تربيع ناقصا 8AB، مين يقول لي العامل المشترك يساوي كم؟ فك القوس هنا، او قبل ما نفك القوس خليني افك القوس بعيد شويه، هنا وهنا صح؟ يلا عندي الاربعه هنا وعندي الثمانيه، اقدر اخذ عامل مشترك بينهم يا شباب ولا لا؟ اقدر اخذ عامل مشترك بينهم ولا لا؟ مين يقول لي؟ اقدر اخذ الاربعه عامل مشترك صح ولا لا؟ اقدر اخذ الاربع عامل مشترك للطرف الاول وللطرف الثاني. طيب عندي هنا A تكعيب وعندي هنا B تكعيب، هنا عندي A وعندي B، ها يصير اقدر اخذ الA والB عامل مشترك، يصير اقدر اخذ هنا الA واقدر اخذ هنا مين؟ الB عامل مشترك. طيب لما اخذ هذه الارقام الاربعة AB، اذا اخذت اربعة AB من الطرف الاول ومن الطرف الثاني، ايش راح يبقى عندي هنا؟ من الطرف الاول راح يبقى كم؟ الاربعه اخذناها بالكامل صح؟ راح يبقى A اس كم؟ A تربيع ممتازين، والبي وبي وحده وبي وحده، حلو، اذا راح يبقى A تربيع وبي. الطرف الثاني ايش راح يبقى عندي؟ الطرف الثاني وش راح يبقى؟ ها الA والبي اخذناها عامل مشترك صح ولا لا؟ والأربعة أخذناها عامل مشترك، إيش يبقى من الثمانية؟ يبقى من الثمانية سالب 2، ممتازة يا حمراء، إذا يبقى من الثمانية سالب 2، إذا هذه نسميها أيضا باستخراج العامل المشترك. طيب هذا السؤال، مين الممتاز اللي يقدر يوجد لي عامل مشترك؟ يلا مين الممتاز الذي يمكن أن يجد عامل مشترك لهذه المسألة؟ 9N تكعيب زائد 5N تربيع. ها حمرة تقول ما في، حاولوا، لا يوجد يا أسماء، أسماء تقول لا، يا سلام يا سامية، لا يوجد عامل مشترك، متفقين يعني؟ طيب ما دام أنتم قلتوا لا يوجد عامل مشترك، يعني التسعة والخمسة ما بينهم عامل مشترك، والام والان مختلفين لا يوجد بينهم عامل مشترك. طيب ايش راح اسميها يا شباب ما دام لا يوجد عامل مشترك؟ كثيرة الحدود اللي انا ما اقدر احللها راح اطلع ممتازين، ممتازة يا عفاف وفاطمة، اي كثيرة حدود ممتازة يا فاطمة عواد، اذا اي كثيرة حدود انا ما اقدر احللها اذا راح اقول عنها ايه؟ كثيرة حدود أولية، ممتازين، تسمى كثيرة حدود أولية، أي جالة ما أقدر أحللها إذا على طول تقولونها إيه؟ كثيرة حدود أولية، ممتاز. واضح يا شباب؟ أحد عنده أي سؤال استفسار عن هذا الجزء؟ يعني التحليل باستخدام العامل المشترك أو استخراج العامل المشترك واضح للجميع؟ دام واضح للجميع ندخل في الفكرة الجاية، ممكن؟ عندك سؤال يا عفاف؟ عفاف عندك سؤال؟ طيب نعيد لك واحد من التمارين، شوفي معايا يا عفاف، يقول لي هنا 8 اكس تكعيب
وهنا 6y تربيع. حلو؟ طيب لو جينا الآن للثمانية والستة خلاص نبغى نستخرج منهم عامل مشترك. الثمانية كم في كم؟ والله الثمانية 2 في 4. الستة هذه كم في كم؟ والله الستة 2 في 3. 2 في 3. طيب يا عفاف لو نلاحظ الآن إن بينهم شيء مشترك اللي هو كم؟ يا سلام عليك، إذا الاثنين عامل مشترك بينهم، انتهينا. نجي اكس تكعيب واي تربيع، هل يا عفاف بينهم شيء مشترك؟ ما بينهم شيء مشترك صح ولا لا؟ ما بينهم شيء مشترك. طيب دام ما بينهم شيء مشترك اذا انا ما اقدر اخذ من الاكس تكعيب والواي تربيع عامل مشترك. يصير لما اخذ من الثمانية اثنين ايش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي 4 اكس تربيع تكعيب. طيب الطرف الثاني لما اخذ منه الاثنين هذه ايش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي 3 واي كم؟ واي تربيع. هذه الطريقة نسميها ايه؟ استخراج العامل المشترك، استخراج عامل مشترك. ممتاز ممتاز، ننزلهم زي ما هم. يلا نشوف الفقرة الجديدة اللي هي الفرق بين مربعين. طيب طريقة تحليل الفرق بين مربعين، مين يقدر يقول لي كيف نحلل الفرق بين مربعين؟ يلا نشوف مع بعض طريقة التحليل. يقول لي الفرق بين مربعين تكون عندك A تربيع ناقصا مين؟ يا سلام ناقصا B تربيع. A تربيع ناقصا B تربيع، كيف نفرقها أو كيف نفكها يا شباب؟ مرة بالموجب ومرة بالسالب، يعني آخذ الـ A ناقصا B بالموجب ومرة آخذ الـ A زائد الـ B بالسالب، يعني مرة بالموجب ومرة بإيه؟ مرة بالسالب. طيب نطبق عليها مثال، يلا نشوف المثال. يقول لي حلل كثيرات الحدود التالية إن أمكن. يلا 16 إكس أس 6 ناقصا 9 واي تربيع، كيف نفكها يا شباب فرق بين مربعين؟ لو جينا لاحظنا يا شباب انه هذه تساوي كم؟ اقدر اقول 16 اكس اس 6 هي تساوي ال 16 هي 4 في 4 صح ولا لا؟ اذا اقدر اقول 4 اكس اس كم؟ 3، الكل تربيع صح؟ فك القوس الثاني راح يكون كم يا شباب؟ التسعة، التسعة هي 3 صح؟ 3 واي الكل ايه؟ الكل تربيع، الكل تربيع، إذا هذا هو مفكوك مين؟ هذه الدالة. طيب بعدها دحين أنا رفعتها للصورة الأساسية، بعد ما رفعتها للصورة الأساسية آخذها مرة بالسالب وآخذها مرة بمين؟ بالموجب. إذا أنزلها 4 إكس تكعيب سالب 3 واي، والمرة الثانية آخذ 4 إكس تكعيب موجب 3 واي. إذا أنا آخذها مرة بالسالب ومرة بالموجب. هاي يا حمر عندك سؤال؟ نحن ليش حولنا الخطوة الأولى؟ حولنا الخطوة الأولى عشان نصل إلى مين؟ نخلي هذا الجزء الكل أس كم؟ 2، ونخلي الجزء الآخر الكل أس كم؟ 2، عشان أنا أطبق طريقة مين؟ الفرق بين مربعين، عشان كذا أطبق طريقة مين؟ الفرق بين مربعين. وضحت يا حمرة؟ طيب شوفي سؤال ثاني. أي تربيع؟ اي تربيع؟ هذا بس التربيع فين راح؟ اللي هنا هذا وهذا. يا سلام كيف راح التربيع؟ المساله هنا تقول لي عشان نفك من الفرق بين مربعين الاولى حتكون اس 2 اي تربيع والثانيه بي تربيع، لما نفكها ايش راح تصير؟ القوس الاول راح امسك الاي اللي هو هذا بس وانزله هنا، وامسك البي وانزله لحاله، مره بالسالب ومره انزلها بمين؟ ومرة أنزلها بالموجب بدون الأسس. فهمت يا فاطمة؟ يعني مرة أنزلها بالسالب
ومره انزلها بالموجب بدون الاسس، لانه في الفرق عندي هنا في اسس، لا توجد عندي اسس، اذا ليه انزلها بدون الاسس؟ ليه؟ لانه هذا الفرق بين المربعين، فكيناها بهذه الطريقه. ناخذ مساله ثانيه، 16 ان اس 4 ناقصا 81 ام اس 4، مين يقدر يا شباب يقول لي كيف نفك هذه الطريقة؟ أقول له رقم واحد، أول شيء أخليها على صورة A تربيع ناقصة B تربيع، أول خطوة هذه أخليها على صورة مين؟ A تربيع ناقصة B تربيع. كيف أخليها؟ الـ 16 هي 4 صح؟ وإن هنا أخليها تربيع، ممتاز. الكل أس كم؟ الكل أس 2، ممتازة يا فاطمة، الكل أس 2 ناقصا 81 ان اس 4، 81 9، ها اذا راح افك القوس واقول له 9 ام تربيع الكل اس كم؟ الكل اس 2، حلوين. طيب ممتاز، الخطوه اللي بعدها الان حطيتها على الحاله او الصوره العامه اللي هي A تربيع ناقصا B تربيع، الان اخذها مره بالسالب واخذها مره بايه؟ بالموجب، صح ولا لا؟ يعني اخذها مرة 4 ان تربيع ناقصا، ناقصا كم؟ مين يقول لي؟ ناقصا 9 ام تربيع، هذا القوس الاول. الثاني اخذها برضو بالموجب، 4 ان تربيع موجب كم؟ يا سلام، اخذها مره موجب ومره بالسالب. طيب مين يقدر يقول لي الان القوس هذا يا شباب اقدر افكه بين مربعين ولا لا؟ اقدر احلله مره اخرى بين مربعين ولا ما اقدر؟ نقدر نحلله بين مربعين مره ثانيه، ايش راح يكون هذا القوس؟ راح يساوي كم؟ 2 ان تربيع، صح؟ 2 ان تربيع، الكل اس كم؟ 2 ان عفوا، الكل اس كم؟ الكل اس 2، الكل اس 2 ناقصا 3 ام الكل، الكل اس 2، والقوس هذا راح ينزل زي ما هو. طيب الان فكيناها، هاخذها مره بالسالب واخذها مره بايه؟ بالموجب. اذا راح يصير عندي 2 ان ناقصا 3 ام، هذه مره بالموجب. مين ياخذها مره بالسالب؟ عفوا، مين ياخذها مره بالموجب؟ حتصير 2 ام، يا سلام يا فاطمه، 2 ام زائدا كم؟ زائدا 3 ام، وقفلنا القوس. هذا القوس ينزل زي ما هو اللي هو كم؟ 4 ان تربيع زائدا كم؟ زائدا 9 ان تربيع، ممتاز. احد عنده اي سؤال يا شباب؟ نعيدها مره ثانيه، واضحه للجميع؟ طيب هذه الطريقه يا شباب، كل مره نكتبها بالسالب ومره ثانيه نكتبها بالموجب، بكل الطريقه ممتازه. هاي زي ما قالت الطريقه، مره بالسالب ومره بمين؟ ومرة بالموجب. ها ليه ما حللنا الحد الثاني؟ الفرق بين مربعين، شوف هنا اشارته ايش؟ سالبة صح؟ الحد الثاني اشارته ايه؟ ها شفتوا كيف؟ وايضا ما بينهم ايه؟ عامل مشترك. طيب الفرق بين مكعبين ومجموع مكعبين، مين يقدر يقول لي قانونها يا شباب؟ احد يقدر يقول لي قانونها؟ مين الممتاز يقدر يقول لي قانونها؟ الفرق بين مكعبين ومجموع مكعبين، A تربيع ناقصا AB ناقصا B تربيع، باقي لي خطوة واحدة A وB نحطها فين؟ يا سلام عليك، A تكعيب ناقصا B تكعيب فقط، باقي عليك A زائد B في قوس، والقوس الثاني زي ما قلت A تربيع ناقصا A ضرب البي زائدا مين؟ زائدا البي
التربيع. هذا القانون نسميه ايه؟ مجموع مكعبين. هذا القانون نقول عنه مجموع مكعبين. ممتازين. طيب لو جينا للفرق، ناخذ مين؟ الفرق بين مكعبين، ايه تكعيب ناقصا بي تكعيب، ايش راح يصير القانون؟ ايه ناقصا بي، حيصير القانون ايه؟ ايه ناقصا بي. بعدين ايه تربيع زائدا ايه في البي زائدا مين؟ زائدا البي تربيع. هذا قانون مين؟ الفرق بين مكعبين. طيب ممتاز، نبدأ الآن ناخذ عليها تمارين. يلا يقول لي حلل السؤال اللي بعده، حلل كثيرة الحدود. يلا حلل ايه؟ كثيرة الحدود التالية إن أمكن. نبدأ في أول وحدة، اكس تكعيب ناقصا كم؟ ناقصا 27. والله يا شباب اقدر اقول اكس تكعيب هذه الثلاثة زائدا 27، هذه اقدر احللها بثلاثة اس كم يا شباب؟ اقدر احللها الى يا سلام يا فاطمة، نقدر نحللها بثلاثة اس كم؟ اس ثلاثة. اذا اقدر اقول هذه تساوي ثلاثة اس ثلاثة. طيب الآن صارت على صيغة مين؟ فرق بين مكعبين اللي هي هذه الصيغة العامة، A تكعيب زائدا مين؟ زائدا B تكعيب. طيب ممتاز، ما دام خليتها الآن على الصورة العامة أقدر أكتبها بقانون الفرق بين أو مجموع مكعبين راح يكون مساوي. ناخذ الأول اللي هو الـ A، كم هو الـ A يا شباب؟ X صح ولا لا؟ الأول X. البي زائدا كم؟ وعليكم السلام يا مؤمنة، وعليكم السلام. البي بكم؟ بثلاثة، هذه هي الثلاثة. نفك القوس الثاني، ايه تربيع؟ ايه تربيع كم راح يكون؟ يعني ايه تربيع؟ اكس تربيع. طيب الإشارة، الإشارة شايفينها اللي فوق هنا؟ إشارة ايه؟ سالبة. يلا الآن نضرب الـ A في الـ B، يعني نضرب الـ X في 3، إيش راح يصير عندي؟ 3 X، راح يصير عندي 3 X. أخيراً راح يكون عندي 3 تربيع، صح ولا لا؟ اللي هو مربع الـ B زائداً كم؟ 3 تربيع، اللي هي تساوي كم؟ تساوي التسعة. 3 تربيع تساوي التسعة. هذه الطريقة نسميها مجموع مين؟ المكعبين. ممتاز، إذا هذه هي حلها. نيجي للمسألة اللي بعدها، 8 A تكعيب ناقصا 27 B أس 6. يلا كيف نحلل هذه المسألة؟ نقدر نقول يا شباب بس كذا، ما في أكثر من كذا، خلاص كذا تكوني حليتيها يا حمار. أقول لي يساوي، يفك القوس الأول، مين يقدر يحلل لي القوس الأول؟ إيش راح نكتب فيه؟ 8 A أس 3 إيش راح تصير؟ 2 A الكل أس كم؟ الكل أس 3. ممتازة، الكل أس 3 ناقصا الطرف الثاني، مين يقدر يحلل؟ 27 يعني 3 B، البي اس كم حتكون؟ ممتاز، الكل اس 3، لكن البي اسها كم؟ لما اخذ منها يا شباب، عفوا هنا 3، يعني لما اخذ منها حيبقى 2. ممتازين، اذا البي حيكون اس 2. طيب الان خليناها على الصوره العامه، صح ولا لا؟ خليناها على الصوره العامه، يلا نبدا نحللها الان. ناخذها الآن لحالها بدون أسس زي ما قال القانون، صار عندي 2 A ناقصا البي اللي هي 3 B تربيع، وخلصنا من القوس الأول. القوس الثاني يقول لي والله خذ الـ A وربعه، الـ A وربعه، وش يعني الـ A وربعه؟ يعني ناخذ 2 A تربيع زائدا أضرب الأول في الثاني، يعني أضرب 2 A ضرب مين؟ ضرب 3 بي، وهذا هو عندك 2 A ضرب 3 بي تربيع، زائدا امسك 3 بي تربيع
وربعها. اذا صار عندك 3 متر بيع الكل اس كم؟ اس 2، الكل اس 2. طيب نبدا الان نفك الطرف اللي عندي. يلا الطرف الاول نزل زي ما هو، ما عندي مشكله فيه. 2 تربيع بكم؟ 4. الايه لما نربعها يعني ايه تربيع. يلا نضرب الان الطرف اللي بعده. 2 في 3 ب6، ايه بي تربيع تنزل زي ما هي، ايه بي تربيع زائدا، هذه هي اشارة الزائد. 3 بي تربيع نبغى نربعها، تربيع الثلاثة بكم؟ يعني 3 في 3 ب9، بي تربيع عندي هنا الاثنين قوة القوة صح ولا لا؟ يعني 2 في 2 بكم؟ ب4، اذا بي اس كم؟ بي اس 4. نعيد المسألة مرة ثانية يا شباب بطريقة أخرى. يلا يقول لي هنا حلل كثيرة الحدود التالية، بنحللها باستخدام مين؟ الفرق بين مكعبين. قلنا يا شباب عندي 8 ايه تكعيب ناقص 27 بي اس 6. الثمانية هذه لما نحللها راح تكون 2 في 2 في 2، يعني 2 اس كم؟ يعني 2 اس 3. كتبنا هذه الاثنين وخليناها اس 3. الايه عندي هنا جاهزه، اذا نزلت الايه اس 3. نيجي الطرف الثاني اللي هنا 27 بي اس 6. 27 هذه 3 اس كم يا شباب؟ 27 27 تساوي 3 في كم؟ 3 اس 3، يعني 3 ضرب 3 ضرب 3، إذا 3 تربيع صح ولا لا؟ إذا هذه 3 والكل تربيع. نيجي البي أس 6، كيف صارت بي تربيع؟ ها البي أس 6 نخليها قوة القوة، إذا هي بي تربيع الكل أس 3. ليه؟ لو جينا 3 في 2 إذا رجعناها زي ما كانت بي أس 6. ممتاز. الخطوة اللي بعدها الآن، الآن الخط الأول هذا شايفين الطريقة الأولى، الخطوة الأولى هذه خليناها الصورة العامة اللي هي هذه، هذه هي الصورة العامة يا مؤمنة، ركزي معانا، هذه هي الصورة العامة. طيب ما دام أنا وفرتها ووصلتها إلى الصورة العامة إذا أقدر أستخدم هذا القانون، نعوض في القانون. ممتازة يا فاطمة، نعوض في هذا القانون. يلا نبدأ نعوض في هذا القانون. يقول لي خذ الـ A لحالها، ها يا سامية ناخذ الـ A لحالها، الـ A لحالها اللي هي بكم؟ 2A، وهذه بـ 2A أخذناها هنا. القانون بعد يقول خذ الـ B لحالها اللي هي مين؟ 3 بي تربيع، أخذنا 3 بي تربيع لحالها. طيب خلصنا القوس الأول، القوس الثاني إيش يقول؟ خذ الـ A بالتربيع، خذ الـ A بالتربيع 2A، اخذنا ال 2A يا شباب. اي اس حق الـ A يا عفاف؟ الـ A، هذا الـ A شوفي قال لك خذيها بدون تربيع، اذا نحن اخذنا الـ A بدون تربيع، والطرف الثاني اخذنا الـ B بدون تربيع، فاهمه كيف؟ طيب الطرف الثاني قال خذ الـ A هنا لكن الى كم؟ مرفوعه الى اس 2، اذا اخذنا هي قدامك 2A ورفعناها الى اس 2. الخطوه اللي بعدها قال اضرب الاي في البي، قال اضرب الاي في البي، هذه الاي 2A نضربها في البي اللي هي 3B، ضربناهم في بعض. يا سلام. اخر خطوه عندي قال لك البي، قال لي البي خليها اس كم؟ 2، خلي البي اس 2، اذا 3B تربيع خليناها اسها كم؟ خليناها الاس 2. هذه الخطوه الثانية. الخطوة الأخيرة سهلة، القوس الأول نزل زي ما هو بدون اختلاف، القوس الثاني، القوس الثاني طريقته جدا سهلة. يلا شوفي معايا، 2 نربعها بكم؟ ب4، الآن نربعها A تربيع، 2 في 3 ب6، الA بتنزل الB بتنزل، 3 تربيع بكم؟ ب9،
بي 2 في 2، إذا بي بكم؟ بالأربعة. هذا السؤال الجديد، يلا حلل كل من كثيرتي الحدود الآتيتين، وإن لم يمكن نقول عنها كثيرة حدود أولية. يلا أول طريقة في التحليل يا شباب، هل أقدر أخذ عامل مشترك ولا ما أقدر أخذ عامل مشترك؟ لو نلاحظ يا شباب 16 و54 أقدر أخذ بينهم عامل مشترك اللي هو مين؟ الاثنين. نقدر ناخذ عامل مشترك الاثنين. طيب خلصنا من الأعداد، الأعداد انتهينا منها. نيجي الإكس، هنا عندي إكس وهنا عندي إكس. ها إذا برضو آخذ أقدر الإكس عامل مشترك، صح ولا لا؟ آخذ الإكس أيضا عامل مشترك. إذا استنتجنا أنه عندي 2X هي عامل مشترك للطرفين. طيب ال 16 لما آخذ منها 2 إيش يبقى؟ والله يبقى 8. لما آخذ منها إكس واحدة يبقى كم؟ يبقى إكس أس 3، يبقى إكس أس 3. طيب ممتاز. نيجي الطرف الثاني 54، لما أخذنا منها 2 بقي عندي كم؟ 27. حلوين، أخذنا الإكس خلاص انتهينا من الإكس ما نفرح فيها، بقي عندي مين؟ بقي عندي واي أس 3، بقي الواي تنزل اللي هي واي أس 3. ممتاز. طيب الآن يا شباب مين يقدر يقول لي 8 إكس أس 3 و27 واي تكعيب نقدر نحللها ولا لا يا شباب؟ طيب ممتازة يا فاطمة، نقدر نحللها. يلا نبدأ بعملية تحليل الثمانية يا شباب. الثمانية هذه هي 2 في 2 في 2، يعني 2 أس كم؟ 2 أس 3، صح ولا لا؟ والسبعة وعشرين هي 3 أس كم؟ أس 3. إذا أرفعها كلها بقوة أس كم؟ 3. ممتاز. ها مين يقدر يحلها الآن؟ إذا القانون حيقول أمسك الـ A زائدا مين؟ زائدا الـ B، إذا 2X زائدا 3Y اللي هو القانون كان يقول إيه؟ الطرف الأول كان يقول A زائدا الـ B، صح ولا لا؟ بعدين القوس الثاني هذه هي الـ A وهذه هي مين؟ الـ B، إذا 2X زائدا 3Y. بعد كذا كان يقول القانون A تربيع، A تربيع كم راح تساوي؟ 2X تربيع ناقصا A ضرب الـ B، A ضرب الـ B اللي هي 2X ضرب 3Y زائدا B تربيع، صح ولا لا؟ ممتازة يا فاطمة، B تربيع اللي هي 3Y الكل أس كم؟ 2 الكل أس 2. نجي نربع الآن 2 تربيع بكم؟ بأربعة إكس تربيع، ممتازة. 2 في 3 بكم؟ بستة إكس واي، إذا راح تنزل الإكس والواي. آخر خطوة عندي 3 تربيع بكم؟ بتسعة، والواي تربيع بواي تربيع، بواي تربيع، ممتاز. إذا المسألة راح عندي تحليل هذا الكثيرة الحدود كتبناه عندنا بالإضافة إلى الطرف الأول اللي ما ننساه 2 إكس. أحد عنده أي سؤال في هذه المسألة يا شباب؟ أحد عنده أي سؤال هنا؟ طيب الممتاز الآن، ها يا حمراء أعطيني سؤالك، هاتي سؤالك يا حمراء. حمراء عندها سؤال، ونروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده الممتاز راح يحل السؤال. طيب لما يكون عندنا كثيرة حدود كيف نعرف نطبق الفرق بين مربعين أو مجموع مكعبين ولا الفرق بين مكعبين؟ طيب نحن على حسب المسألة نحدد هل نستطيع نستخدم الفرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين. كيف نستخدم؟ شوفوا معنا هنا عندي المسألة، هنا رفعناها لأس كم؟ 3، صح ولا لا؟ رفعناها إلى أس 3. إذا هذا القانون الوحيد اللي راح يكون مين؟ هل حيكون مربعين؟ ما حيكون مربعين، راح يكون مين؟ مكعبين. طيب هل حيكون مجموع ولا فرق؟ الإشارة عندي هنا إشارة مين؟
موجبة، ما دام الإشارة موجبة راح يكون مين؟ مجموع مكعبين. لو ما تكون إشارة سالبة راح يكون إيه؟ فرق بين مكعبين. لما تكون إشارة سالبة راح يكون الفرق بين مكعبين. طيب اللي بيحل هذا السؤال راح يكون ممتاز. يلا حلل كل من كثيرة الحدود الآتية، وإن لم يكن ممكنا فنكتب كثيرة حدود أولية. 9y+3 زائد 5x تربيع. مين الممتازة اللي يحلها؟ ممتازة يا حمراء، ممتازة. إذا راح نقول عنها إيه؟ كثيرة حدود. ليه كثيرة حدود أولية؟ والله الطرف الأول راح لو حللنا راح يكون كم؟ 3 صح؟ واي راح نقدر نحل. لا مش مدين، مش دائما يجيني اس 3 او 2، احيانا يكون 6. طيب ممكن يكون 6 صح؟ ممكن يكون 6. نحن نبدا نحللها يا عفاف ونشوف هل هي حتكون فرق بين مكعبين او مجموع مربعين، صح ولا لا؟ لكن هنا عندي في المساله هذه اس 3 وهنا اس 2، يعني لو حللنا الثلاثه التسعه هذه مستحيل اقدر احللها لا مجموع مكعبين ولا مجموع مربعين. اذا اقول انه هذه كثيرة حدود اولية، اقول انه هذه كثيرة حدود اولية. طيب عندي هذا السؤال يقول لي حلل كل من كثيرتي الحدود الاتية، وان لم يكن ممكنا فنكتب كثيرة حدود اولية. ها يا شباب مين يقدر يقول لي هل هناك عامل مشترك بين الطرف الاول وبين الطرف الثاني؟ ممتازة يا فاطمة، أول عنصر مشترك الواي بين الطرف الأول وبين الطرف الثاني، تمام؟ أيضا الخمسة عامل مشترك يا شباب بين الطرفين، الخمسة عامل مشترك بين الطرفين. ليه الخمسة عامل مشترك بين الطرفين؟ إذا ما طلع عندك السؤال يا سامي تقدر أخرج وارجع مرة ثانية، لأني لو أخذت الخمسة من الطرف الأول راح يبقى عندي واي تكعيب ناقصا من 320 راح يبقى 64، راح يبقى 64. الواي أخذناها عامل مشترك، إيش يبقى؟ يبقى زد أس 3، يبقى زد أس كم؟ اس 3. طيب مين يقول لي الان واي تكعيب عندك في الطرف الاول و64 زد اس 3، هذه فرق بين مكعبين، مجموع مكعبين، فرق بين مربعين؟ يا سلام عليك، نسوي الفرق بين مكعبين، نسوي الفرق بين مكعبين. ايش يقول القانون الفرق بين مكعبين؟ قال لك نمسك الاول اللي هو الواي صح ناقص 64 زد تكعيب. ال 64 هذه نحللها، نحللها الى كم يا شباب؟ مين يقول لي؟ الى 4 اس كم؟ الى 4 اس 3. ليه؟ لانه هذه نخليها الكل اس 3 تصير 4 اس 3. اذا راح يبقى عندي كم يا شباب هنا؟ راح يبقى عندي 4 زد، هذا الطرف الاول خلصنا منه. نجي للطرف الثاني، الطرف الثاني ايش يقول؟ امسك الاي تربيع، يعني واي تربيع، بعدين الاشارة، الاشارة زائد، اضرب الاول في الثاني، يعني اضرب هذا في هذا، يعني اضرب الواي في 4 زد، نضرب الواي، نضرب الواي في كم؟ في 4 زد صح؟ ضربنا الواي في 4 زد. طيب بعد كذا زائدا نمسك 4 زد ونربعها، نقول 4 زد ايه؟ 4 زد تربيع. ممتاز، اذا ناخذ ال 4 زد تربيع، وكذا استخدمنا قانون مين يا شباب؟ الفرق بين مكعبين. ممتازين. طيب احد عنده اي سؤال في هذا يا شباب؟ احد عنده اي سؤال يا شباب؟ ممتاز. طيب مين يقدر يقول لي الان؟ مين يقدر يقول لي الان
هذه المسألة يا شباب كيف نحلل كثيرة الحدود في هذه المسألة؟ عندي سالب 54 دبليو تربيع ناقصا 250 دبليو زد أس 3. أول عامل مشترك ممتازة، أول عامل مشترك اللي هو الدبليو، هذا عامل مشترك في الطرفين. طيب 54 و250 هل بينهم عامل مشترك يا شباب؟ نعم بينهم عامل مشترك اللي هو كم؟ سالب كم؟ ها بينهم عامل مشترك اللي هو سالب. ممتاز يا فراس، بينهم عامل مشترك اللي هو سالب 2، يعني زي ما قلنا الآن سالب 2 أخذناه عامل مشترك من الـ 54 و 250 والدبليو أيضا كان عامل مشترك في الطرفين. طيب لما أنا آخذ من الـ 54 أخذنا منها سالب 2 بقي عندي 27 دبليو أس 3. من السالب 250 أخذنا عامل مشترك اللي هو سالب 2 بقي عندي كم؟ 150 زد أس 3. طيب هذه الآن نقدر نحلها بإيش يا شباب؟ بأي قانون نقدر نحل هذه المسألة؟ بين مكعبين. طيب إيش يقول قانون بين مكعبين؟ يلا قال لك الـ A اللي هي 3 W، قال لي الـ B اللي هي 5 Z، حطيناها في قوس. بعد كذا قال أمسك الـ A وربعه 3 W تربيع ناقصا، قال امسك الـ A واضربه في الـ B، اذا تضرب 3 W في 5 Z، وضربنا الطرف الاول في الثاني اللي هو الـ A في الـ B. اخر شيء قال امسك 5 Z اللي هي مكانها كان زي الاول B في القانون وربعها، مسكنا 5 Z وقلنا تربيع، 5 Z تربيع، وهذا نسميه قانون مين؟ الفرق بين مكعبين. طيب 3 تربيع بكم؟ ب9. دبليو تربيع بكم؟ بدبليو تربيع. نجي للي بعدها 15 ضرب 3 ضرب 5 ب15، دبليو في الزد دبليو زد، ممتاز. زائدا 5 تربيع يا شباب بكم؟ ب25، والزد لما اجي اربعها كم راح تصير؟ راح تصير زد تربيع، راح تصير زد تربيع، ممتاز. هذه الطريقة نسميها يا شباب اللي هي الفرق والمجموع بين مكعبين. ناخذ طريقة جديدة واللي هي آخر طريقة عندي اللي هي التحليل بتجميع مين؟ الحدود. التحليل بتجميع الحدود. مين يقول لي يا شباب كيف ناخذ التحليل بتجميع الحدود؟ نشوف مع بعض يا شباب. يقول لي تعد طريقة التحليل بتجميع الحدود هي الطريقة الأساسية لتحليل مين؟ كثيرات الحدود المكونة من أربع حدود أو إيه؟ أو أكثر، من أربع حدود أو أكثر. يعني إذا كان عندك في هذه المسألة AX زائدا BX زائدا AY مع BY، نقدر نستخدم طريقة تجميع الحدود. عندي هنا شايفين الاكس والاكس، وهنا شايفين اللي باللون الاخضر مين؟ هنا الواي، وهنا مين؟ الواي. نقدر نقول اخذنا الاكس هنا لحالها برا، شايفين؟ سحبنا الاكس ونجمع الحدود اللي هي مين ومين؟ الاي والبي. هنا عندك الواي، وهنا الواي سحبناها صح؟ ايش يبقى عندنا الحدود؟ الحد الاول الاي مع الحد الثاني اللي هو البي. إذا هذه الطريقة أنا أسميها طريقة مين؟ تجميع الحدود. طيب الخطوة اللي بعدها شايفين القوسين هذه صارت متساوية صح ولا لا؟ أختصرها وأخذها مرة واحدة في قوس واحد وأجمع الحد الخارجي الإكس زائدا مين؟ زائدا الواي. طبق عليها مثال، مثالها جدا سهل وما في أي صعوبة. شوفوا معايا هنا قال لي استخدم ايه؟ تحليل كثيرة الحدود. طيب اعطاني الان هنا 8 a x زائدا 4 b x زائدا 4 c x، هنا
6 AY 3 BY 3 CY. لو نحن نلاحظ انه هذه الثلاثة اقدر اخليها مع بعض صح ولا لا؟ وهذه نخليها مين؟ مع بعض. ليه؟ لانه هذه مشتركة معاها الواي، واي هذه مشتركة معاها مين؟ الواي صح ولا لا؟ هنا الاكس، هنا الاكس، وهنا الاكس. اذا ناخذ هذه الحال وهذه ناخذها الحال. طيب مين يقدر يقول لي يا شباب مين يقدر اخذ هذا المشترك في الطرف الاول؟ نقدر ناخذ الاربعة صح؟ ومين نقدر ناخذ كمان من العداد يا شباب غير الاربعة؟ نقدر ناخذ مين؟ الاكس. نقدر ناخذ الاكس، ما نقدر ناخذ السي يا حمر يا فاطمة، لانه السي ما هي مكررة. شايف السي ما هي مكررة، لكن المكرر مين؟ الاكس. اذا اقدر اخذ الاكس. اخذنا اربعة اكس في الطرف الاول، ايش راح يبقى عندي؟ بقي عندي هنا 2 A، هنا لما اخذ من اربعة واخذت الاكس بقي البي، هنا بقي مين؟ بقي السي. الطرف الثاني، الطرف الثاني مين ناخذ عامل مشترك؟ اخذنا الثلاثة بقي من الطرف الاول 2، اخذنا الواي، اذا بقي ايضا مين؟ الاي. هنا اخذنا الثلاثة واخذنا الواي، ايش بقي؟ بقي البي. هنا اخذنا الثلاثة واخذنا الواي، ايش بقي؟ بقيت السي. ممتاز، بقيت السي. لو نلاحظ ان القوس الاول الان هذا القوس يساوي هذا القوس، اذا اقدر اقوم بعملية تجميع الحدود واخليها حد واحد اللي هو مين؟ 2A زائدا B زائدا C. الحدود اللي عندي الخارجية اجمعها مع بعض، 4X اجمعها مع مين؟ مع مين اجمعها؟ مع 3Y، اجمعها مع الحد الخارجي 3Y. اذا هذه اللي نسميها يا شباب طريقة تحليل الحدود. احد عنده اي سؤال فيها يا شباب؟ احد عنده اي سؤال فيها ذي؟ ممتاز ممتاز. لو جينا يا شباب الملخص لهذا الدرس يقول لي طريقة التحليل، عندك الفرق بين مربعين وعندي مجموع مكعبين وعندي الفرق بين مكعبين. للي سأل متى استخدم الفرق بين المربعين؟ استخدم الفرق بين المربعين يا شباب اذا كان عندي A تربيع ناقصا B تربيع. متى استخدم مجموع مكعبين؟ إذا كان عندي الـ A تكعيب زائدا الـ B تكعيب. متى أستخدم الفرق بين مكعبين؟ إذا كان عندي الـ A تكعيب ناقصا مين؟ ناقصا B تكعيب. إذا هذه الحالات اللي عندي العامة اللي متى أستخدم فيها فرق بين مربعين ومجموع مكعبين وفرق بين مين؟ وفرق بين مكعبين. أتمنى يا شباب أن تكون فكرة هذا الدرس وضحت للجميع. اتمنى تكونوا حضوركم جاء بفائده واستفدتوا الجميع. اي احد عنده اي سؤال استفسار انا جاهز يا شباب. احد عنده اي استفسار في هذا الدرس؟ اهم شيء في هذا الدرس يا شباب تكونوا فاهمين القوانين هذه. شايفينها اللي قدامكم؟ هذا الملخص. هذه فكره او زبده هذا الدرس اللي هو الفرق بين مربعين مجموع مكعبين وفرق بين مكعبين. هذه القوانين لو فهمناها وعرفنا كيف تطبيقها راح يكون الدرس ان شاء الله جدا سهل، راح يكون جدا سهل لو حلينا اكثر من مثال على الفرق بين مربعين ومجموع مكعبين وفرق بين مكعبين. حاولوا تحلوا عليها اكثر من مثال واكثر من تمرين وراح تكون فكرة واضحة للجميع. يعني اتوقع ان الفكرة راح تكون واضحة اذا حاولت تحلوا اكثر من مرة او اكثر من مثال على هذه الثلاثة. اتمنى لكم يا شباب التوفيق وان شاء الله نشوفكم في الدروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.